الذي اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل واعترف بالصحراء المغربية. Why your president he sent a letter with a congratulation to the president of America, even he is the one who said that القدس is the capital of Israel, and also in the same time he said that the Western Sahara is for Morocco and Morocco he is the one who have the control in it. Here in English وبالعربي. تفضل. افتح له المايك. تفضل يا دز. تفضل يا اخونا يا شهيد. تفضل يا ابن الشهداء. فتحنا لك المايك ترى. علي الحلال من ديني ما هو عارف يفتح المايك. يا دز. لا تعبر ترى في تحديث جديد في الميكروفون فوق. يا يا الاخ يا الاخ يا الاخ جاوب على السؤال. جاوب على السؤال تفضل يا الاخ. جاوب على السؤال تفضل. خلي ذوك نجاوبك على السؤال تاعك. خلي نجاوبك على السؤال تاعك. لماذا 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 يا اخي جاوب على السؤال. ما تقول له خلي نطرح سؤال. انا ثاني نطرح لك سؤال. نطرح لك سؤال. هذا اسمع. هذه في الاعراف. هذه اسمع. هذه في الاعراف الدوليه. حتى كيما تحسن حسن ثاني اسمع. الجزائر اسمع. كيما تحسن ثاني اسمع. كيمة الحسن الثاني كتح تنزل في درازة مرتي اللي هي يا اخي. هل رأيت انسان يقول له السؤال يقول لك سؤال كل سؤال بيقول لك لماذا هو لازم يرجع للحسن الثاني. يعني لازم يا اخي الحين اخلي الحسن الثاني يرتاح في قبره الله يرحمه الله يتغمده برحمته. هذا الرجل هو اللي هذا اللي كان يعرف لكم صراحة. وأنا أحس أن الخطاب الملكي مال محمد السادس كتب الحسن الثالث لأن تشوف الحسن الثالث خليفة الحسن الثاني. لو الحسن الثاني هو الوحيد اللي قال لكم لا يريد أن يعترف العالم بالصحراء بل يريد أن يعلم العالم مع من حشر الله في الجوار. والحين كلنا عرفنا هذا الشيء. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. من وين يا أخ؟ على راسي يا اخي. اهلا وسهلا. لاباس عليكم؟ والله بخير هانين. يا كمان ننزل باغي نطلعوا شي كرغولي. احسن لا تقول كرغولي. جزائري. لحظه جزائري نطلع لنا جزائري هيك. يلا نطلع. انا جاي برد على الاتصال وبرجع لك. ماشي ماشي. حياك الله اخونا المغربي يا دز. لا تكذب. هون منصه مو للكذب. اللهم دزدزهم في تزديز. يا أخي شعب مكرغل ولم برمج نفسه في التشريف. أول شيء أي حساب أنا صاعد فيه قست الحين؟ كم واحد في القست؟ 118. والله ويه. أنا معلق عندي في 61. العموم العموم هذا الدز اللي نزل تحت يا صديقي انت وانا سمعت حوارك وانت تناقش مع انت تصور الجزائر كانها البطل المغوار وكنا كان رئيسكم صلاح الدين الايوبي وما ادري شو انكم انت طرقت لي نقطه غبيه. انت لما قلت انه لما قال لك ليش طردتوا المغاربه في التسعينات او شيء قلت له انهم تمت المخابرات ورصدت ان هناك جواسيس عملاء من الموساد. يا بقره الموساد يدخلكم من باب الأوسع الباب الكبير. إذا ود الموساد يدخلكم يدخلكم بجوازات فرنسية. يعني كيف موساد ويتكلمون مغربي وجوازات مغربية؟ هاي ما تركب. يعني قصدك شو؟ يعني أنت ودك تقول العكس أو أن المغاربة يشتغلون للموساد وأنت كشفتهم. أنت يا بقرة من متى سمعت أن تم كشف الموساد؟ من متى الموساد تغلغلوا في نص الحركة في نص حركة حماس وفي نص المقاومين وهذو فلسطيني وما دروا فيهم إلا بعد وبعد وبعد. الموساد لما يتغلغلوا داخلك ليش يسمونهم الموساد أساسا؟ إذا أنت كشفتهم كجزائري لماذا أنتوا كشفتوا الموساد في التسعينات وما كشفتوا أن المغاربة سووا لكم الحرائق في 2020؟ يعني في الوقت اللي تطورت فيه الناس أنتوا تأخرتوا. في الوقت اللي كانوا فيه الناس متأخرين أنتوا كنتم متطورين. ليش انت تعتقد على الجزائر؟ المنطق يا ابن الحلال المنطق. النوعيه اللي تتعاطونها اي مختبر يتم انتاج النوعيه هذه يلعن ابوها عايشين زحلقه على ظهر معلقه يا اخي. ما هو الفساد الحشيش المغربي يا اخي يشربون. تعرف لما يكون عندك دبه بنزين
ويتم هذا الاسود تحت يتعاطون بيور اصلي. طب انا شو اعمل يا اخي؟ شو اعمل؟ انا راح انجلك يا اخي جاسم. لا وحنا يا اخي تدعمون قضيه ما تعرفون اصلا من فصله. طب اقسم بالله يا اخي جاسم انه حتى القدس والمسجد الاقصى ما بيعرفوا. والله ما يدري ذاك اليوم. انا واحد اقول له انتم عندكم في في في, في شو اسمه في القدس الشرقيه ولا في القدس الغربيه ولا المسجد اللي موجود في شو اسمه تل ابيب؟ قل لي كلهم كلهم في قدس تل ابيب على ابوه. اقسم بالله يا جاسم بفرج يوم المسجد الاقصى بقولوا لي هذا وين موجود؟ ما قالوا المسجد الاقصى وين موجود يا زلمة. اقسم بالله شعب واحدة جزائرية بتقول لي جيت انا وجوزي على القدس. قلت لها اهلا وسهلا وين في اي فندق نزلتي؟ اللي بتقول لي ما بعرف انا جوزي اللي كان يعرف. قلت لها طيب وين صليت؟ قلت لها وين صليتي؟ قالت لي صليت بالساحة. قلت لها اوكي هذا شفت المسجد الاقصى؟ اللي بتقول لي شفته. قلت لها دخلتي هذا المسجد الاصفر؟ هذا المسجد شو اسمه؟ قالت لي ما بعرف جوزي بيعرفه. قلت لها هذا اسمه المسجد هذا قبة الصخرة. فرجيتها المسجد الاقصى المسجد القبلي بحكي لها شو اسم هذا المسجد؟ اللي هي بتقول لي هذا وين موجود؟ قلت لها هذا موجود في فلسطين. هذا وين موجود المسجد القبلي؟ اللي بتقول لي ما شفتوش. قلت لها هذا بعيد 200 متر يا بنت الناس عن القبة الصخرة في المسجد الأقصى يا زلمة. شوف يا محمد الخنزير من ميزات الخنزير ليش يسمونه خنزير؟ انه ما يقدر يلتفت يمين وما يقدر يلتفت يسار. الخنزير سبحان الله عنده غضروف في رقبته اذا شي كان يركض وراك اذا انت ملت يمين يكمل الركض سيده ما يقدر يهاجمك. هاي من ميزه الخنازير ما يقدر يلتفت يمين ولا يلتفت يسار لازم سيده بس يعني دايركت ما يلتفت لا يمين ولا يسار. خلاص هي سمعت كل بنايه صفراء عليها لون ذهبي. هذا الجزائري شكله دي جاوب عاش الجزائر. نطلعك يا اخي تعال يا اخي نطلعك يا اخي بدون سب وشتم الله يسعدك. تعبنا من السب والشتم يا اخي. اس ام اس ام. عليكم السلام. السلام عليكم اخواننا. هلا من وين حضرتك يا طيب؟ من الجزائر العظيمه. من الجزائر العظيمه. ليش العظيمه؟ يعني ليش ما قلت الجزائر بالضبط؟ يعني ليش كل الناس يقولون الدوله بدون عظيمه وانت تقول عظيمه؟ لأنه احنا عندنا الشهداء. انتم ما عندكم شهداء. احنا عندنا رقاصات. جيب لنا جزائري حر هذا اللي يتمليك علينا هذا. خلي احنا عندنا رقاصات. كمل. انتم ما عندكمش يا اخي هذا مو جزائري يا محمد. انكتحت محمد يا اخي هذا مو جزائري ياس يستهبل علينا يا اخي. اللي عنده شهداء الله يشفيهم. خلاص دخلني في شهدائك. هذا ليش يا اخي جيبونا تطلعون الجزائري حر؟ عنده سؤالي واضح لماذا الرئيس الجزائري بعث برقيه تهنئه لدونالد ترامب مع ان دونالد هو من نفس الشخص اللي يعترف بالصحراء المغربيه والقدس انها عاصمه الجزائر. يا جاسم راح نطلعه والله او الطلب قست اخي مو بجزائري يا ابن الحلال. قسمكم أنا الجزائري. طيب انزل. شكرا. خلاص شكرا. كان كتبتها تحت يا أخي ليش تعب؟ كتبتها تحت مغلب حالك. أيوة. مين عبدو دز؟ تعال يا عبدو دز. تعال بس ما تسب مو جزائري. مو مشكلة أخي من وين ما يكون يكون. جماعة اللي مو بصاحب الصورة بتغطي على التعليقات وايد ترى. ده حط لك صورة حلوة. حط لي الصورة اللي يحبها يا أخي. حط لي الصورة. أيوة. ما عندك صورة إطلالة على المحيط الأطلسي شيء؟ عندي كل شيء جاز. إيه حلو. شفت الصورة هاي اللي كانت حلوة جاز. استغفر الله. مين في جزائري هون؟ أول مرة أشوف الفقر يطلع من الحنفية. هاي جزائري طلع لنا أخي جزائري. يا رب ما يسمع. هذا لابس كوستيم يعني محترم يا جاسم. ثب نزل والله تعبنا من النقاس الأشخاص. لا هذا لابس كوستيم. اللي لابس كوستيم ما يسب يا جاسم بيكون هيك شخص مؤدب.
والله هم اللي يطلعوا فيهم فانتازيا يا اخي، يطلعوا فيهم فانتازيا. لا تشوف هذا يا مجد. سلامات يا مجد. ماجد ماجد كيف الحال؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. من وين حضرتك؟ من فرنسا، ما دوريجين الجيري. ها؟ من فرنسا، الاصل الجزائري من فرنسا. والنعم اخوي والنعم. دولتك، دولتك الام شي هي؟ الجزائر، الجزائر القارة. اذا حاور حاور، انا ثقافتي فرنسية، حاور الاخ جاسم. كيف قارة؟ وش قلت؟ الجزائر القارة. انا اعرف الجزائر، بس الجزائر القارة ما اعرف، يعني اسمكم الجزائر القارة ولا شو؟ يعني القارة هي كبيرة، الجزائر فيها وانا وش ودي في الحجم يا اخي، كبير ولا صغير؟ انا ابغى اسم يا اخي. انا مثلا انا اقول لك انا جاسم المتين، انا جاسم السمين، انا جاسم النحيف، جاسم وبس، الجزائر وبس، ما محتاجة قارة ولا صغيرة ولا حجم ولا دولة ولا دويلة ولا. نحن في عالم الأقوياء يا حبيبي. العالم الآخر قصدك. كل دولة وحجمها وميزانها في السياسة ولا في فرض رأيها. زيد تكلم، ماذا تريد من الجزائر؟ قصدك الحين أنت في العالم الآخر. كيف؟ قصدك أنت في عالم الآخر أنت. كيف العالم الآخر؟ يعني ما هو وزن الجزائر؟ أنت الحين تقول أن الجزائر أن وزنها وكذا، ما هو وزن الجزائر؟ يعني ما هي دولة حرة مستقلة وقرارها مستقل. الدول الثانية مستعمرة مثلاً؟ لا بمعنى استعمار، مستقلة في قراراتها السيادية والسياسية. هذا هي الدولة. دليل؟ الدليل لا أحد يفرض علينا سياسته ولا قراراته. ومن اللي يفرض على الدول الثانية قراراتهم؟ العرب كلهم كلهم إلا يعني أنتم. إيه؟ إلا أنتم فقط. العرب. وخاصة الشرق الأوسط كلكم تعيش تحت السياسة الغربية الأمريكية الإمبريالية. كلامك صحيح. بس أنتم أنتم الوحيدين اللي عندكم سيادة. الحماية، حتى الحماية أمريكا هي تحميكم. قواعد عسكرية. من شو تحمينا؟ من شو؟ تحميكم من بعضكم بعض. مو بعض من بعض. مثلا أنا ما عندي مشاكل مع ابن عمي. يا ابن عمي يا سعودي يا إمارات عن مشاكل. سياسة العشرية، سياسة العشرية السوداء هذه. لا 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 كن واقعي. أنتم الوحيدين اللي صارت فيكم حرب أهلية وعشرية سوداء، مو بحنا. شاء القدر. شاء القدر، ولماذا لم يشيء عندنا؟ لأن هناك لأن دينكم هذا لأن أنتم لأن ما عندنا حركيين، لأن ما نقتل بعض، لأن إحنا نعرف جدنا السابع ونعرف جدنا الخامس وجدنا الرابع وما نقدر نقتل ابن عمنا. بس لما تصير حرب أهلية تكون في ناس مختلطين جيناتهم، يعني لهذا فرنسي، هذا تركي، هذا عثماني، هذا مناك، هذا ما نعرف، ونصير نقتل لين تصفى. إذا قتلنا مليون خلاص اللي فضى أوكي. يعني إحنا ليش يصير عندنا نحمي بعض من منو؟ احنا اغلبنا نعرف قبائل بعضنا، وحنا اغلبنا يعني نعرف جدنا السابع. انا اعرف جدي السابع، انا جدي اعرف السابع، سلالة جدي اعرفه، وانا كمان اعرف جدودي، كل واحد يعني يعرف. الحرب الاهلية لم تصير في الامارات او لم تصير في السعودية، بل صارت في الجزائر. ولكن شوف اسمع لان اكون منطقي، لان الكتب اللي جاوا من العرب للسعودية، هذاك الكتب وذاك الدين نتاعكم هو اللي خربنا في الجزائر. أوف. بس ليش ما تقول فرنسا هي اللي خربت؟ أبدا. أوف. يعني حنا خربنا وفرنسا ما خربت؟ أنتم خربتم بالكتب نتاعكم بالأحاديث نتاعكم وهم أنتم. يعني فرنسا اللي قتلت 8 مليون ما خربت وحنا خربنا؟ الاستعمار شيء آخر. الاستعمار كل كل كل. هذا اعتراف خطير يا جماعة الخير. إيه. أنتم أسباب. أي كتب تتكلم عنها؟ عطني اسم كتاب. لا ابن باز ولا ابن كثير ولا 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 هذا الكتب. وش هذه كتب؟ شو هذه؟ كتب سماوية ولا كتب أرضية؟ خلفتم أنفسكم وخلفتم حتى. أوكي ثواني جملة مفيدة أوكي. الحين ما فهمت كيف خربناكم إحنا. أي كتب يعني؟ إحنا بعثنا لكم كتب، يعني أنتم ما عندكم كتب؟ نقول الكتب الدينية، يعني أنا أقول لك كتب الدينية. من جاء الدين؟ الدين جاء من الجزيرة العربية. هم اللي خربوا الأمة. يعني أي تاريخ تتكلم عنها؟ أي تاريخ؟ كيف أي تاريخ؟
يعني اي تاريخ الذي جاءت فيه الكتب للجزائر وخربت الجزائر؟ يعني اي عن اي تاريخ تتكلم؟ دخل اين دخل في شمال افريقيا في القرن العباسيين او اي سنه اي عهد اي عهد في او من اي عهد دخل. تاريخ تاريخ صديقي تاريخ ما اعرف تاريخ بالضبط انا ما 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 انا ما, ما انا اعرف تاريخي انا ما اعرف تاريخ التاريخ انا اتكلم عن تاريخك ما هو التاريخ الذي دخل فيه الدين السعودي وخرب دينكم من عهد الرسول ديالكم هم دخل اي سنه هل في عهد الرسول انتم كنتم مسلمون أنا متى دخل الاسلام للجزائر عقبه بن نافع هو دخل انا لم اقول لك من ادخلها انا اقول لك متى السؤال متى وليس من في عهد الأبويين أو اليزيد ما أدري الأبويين آه. الأبويين الأمويين الأمويين آه. زين والعثمانيين وش كانوا يسوون عندكم وأنت الإنجليز شنو كان يسوي عندك أنا ما الإنجليز ما جابوا إسلام إحنا نتكلم عن الإسلام يعني هل الإنجليز جابوا إسلام يا أخي ما هذا الطرح المخبز يا أخي أنا شبيني بين الإسلام أنا قلت لك السبب خلاص أتحرك أنا كنت أظنك مسلم يا أخي شوف احنا كلمنا أنا كنت أظنك مسلم خلاص يا محمد جيب لي واحد مسلم نزل لي هذا جيب لي واحد مسلم أنا كنت أظنه مسلم أنا أتحرك الجزائريين مسلمين طلع واحد يهودي يا أخي أنت يهودي أخونا ما أعرف مسيحي ولا يهودي ولا بوذي أنت أكثر من اليهود أنتم تدعمون معنا حنا نعرف ديننا أنت اللي تقول ما بيني وبين الإسلام اسمع يا حبيبي اسمع اليهودي من يدعم اليهود أنتم الإمارات السعودية أنتم اليهود صحيح اليهود يهودي يعني محتاجني ما عنده قوة المسكين محتاج أما أنا أمازيغي حر في قراري الجزائر دولة أمازيغية حرة في قراري يجب أن تكون مسلم أول شيء لم أكن أبداً. لا. لا هذا إلى دين الجاهلية. شفت؟ ها. جسم. صح. إحنا اكتشفنا جسم. ما دين له. وصل. وصل. لا عليك جاسم أرجوك. خير أمة. هل أنتم خير أمة؟ يا دينك جاسم. بحكم إنه إحنا صوتنا مش مسموع. أوصل رسالة للإعلام الإماراتي. انه يا ريت الجزائر يعفوها من خدمة فلسطين ومن القضية الفلسطينية والله العظيم صراحة معفيين يا اخي والله معفيين مسامحكم دنيا واخرة ما تسامح انا ما يهمني ما تسامح انا نعرف عنكم انا احنا عندنا فكرة صورة لحظة لما ندخل انا وياك تحدي يا جاسم خلينا ندخل معك تحدي يا جاسم خسران تحدي يا محمد انت طب بس شوف انت بس نثبت للناس دقيقة اخي انت مع فلسطين ولا ضد فلسطين يا اخي الجزائر اسمع نحن الجواب يبغالا نعم لا يقول لك اسمع انا مع فلسطين لان انتهكت ارضهم وحرمتهم تمام شو عاصمة فلسطين لحظة شو عاصمة فلسطين عاصمتها القدس لكن أنتم حكامكم العرب يا خليك من حكامنا حنا فاسدين جاوب الرجال لا دفرجي شغلة لا هوانيس القدس عاصمة فلسطين إن شاء الله المسجد الأقصى أين يقع؟ المسجد الأقصى أين يقع؟ المسجد الأقصى يقع في القدس أوكي هل تعرف المسجد الأقصى؟ لم أزوره لكن شفته في صورة لما أدخل أنا فلسطين أبدا يوما يعني اوكي زين اسالها عن اين توجد القنصليه الجزائريه فين ثواني جاسم كيف اخي تكلم هذا المسجد شو اسمه هذا المسجد في الدين الاسلامي هذا المسجد يسمى دقيقه هذا المسجد هذا شو اسمه هناك كثير مساجد هناك الصخرة هناك عنده اسم القبعة الصفراء ولا والله ما عرفت القبعة الصفراء تعريف حرفي القبعة الصفراء ولا القدس هذا هو القدس الشريف ولا ما جوز في طار هذا المسجد شو اسمه مسجد الأقصى لا مسجد الأقصى يا حبيبي كيف؟ المسجد ذو القبعة الصفراء يا أخي القبعة الصفراء هذا شو هو الأقصى فيه. الأقصى هو هذا الأقصى هاي القبعة
خلينا نحور الموضوع الأقصى محمد اسمه الحين انت دولتك الجزائر لديها السيادة صح؟ اكيد ضروري مع فلسطين. نعم مع فلسطين يا حبيبي مع فلسطين. زين ترامب اعترف قالها بومدين قالها الرئيس بومدين نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فلسطين متى كانت ظالمة؟ ليش ما قال لكم مظلومة؟ يعني ظالمة أو مظلومة نحن معها. بس فلسطين مظلومة ليست ظالمة. أنا قلت لك ظالمة أو مظلومة. لماذا ظالمة؟ لم تظلم أحد ولم تظلم أحد هي مظلومة. لم تظلم أحد صحيح لم تظلم أحد. ولكن لماذا يقول عنها ظالمة؟ ولو تكون ظالمة في حق إسرائيل ما دام هناك إسرائيل غير يضع احتمال ظالمة. هي مظلومة لماذا رئيسك يضع مظلومة جانب ظالمة؟ يا حبيبي هذا حبا وتقديرا لفلسطين. لا هذه إهانة لفلسطين. لا ليست إهانة يا حبيبي. يا أخي أنت متأكد أن مظلومة لماذا تقول ظالمة أو مظلومة؟ يا حبيبي يعني معناته أنت عطيت احتمال الإسرائيليين يصدقون أن في احتمال أنها ظالمة. ما هم يقولون كذلك. أنت عطيتهم احتمال ثاني أن حنا العرب. أنت أكدت وأنت ورئيسك أكد كلامهم. اسمع يا حبيبي عنده لغز عند الإسرائيلي يقول اسمعتيني دقيقة 35 ثانية انطر خطة يا جاسم كمل خليه يسمع الخطة تفضل. الإسرائيلي ما نحن مظلومين في أرضنا يا إسرائيل يقول هكذا لكن الهواري بومدين قالوا نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. يعني فعل فهمني كيف هذا والفعل. جواب هذا جواب لبني صهيون اوكي فهم... والفعل أه؟ ماذا فعلت من أجل إسرائيل؟ ما قدمت الجزائر لإسرائيل لفلسطين لم تقدمها أي دولة عربية. أي معطينا مثال في الحروف العربية جسم أنا بدي أبعد 5 متر بلاش أتكرغ الأخ. ماذا قدمت؟ خذ إشراف جاسم خذ إشراف. يوم دخلت مصر والعرب مع إسرائيل في الحرب الجزائر قدمت جنود مئات الجنود وقدمت آلاف الدولارات. أي سنة؟ لمصر 1962 في حروب ديال العربية الإسرائيلية. أتعرف هواري بومدين مشى لمصر أنا ذاك السادات قال له ما عنديش سلاح ما عندي ومشى لموسكو. الدليل وين الدليل؟ كمان مصدرك أنت الحين. أعطى لموسكو لرئيس ديال روسيا استسمع أعطى لهم شيك على بياض قال لهم الآن شيك في 67. إيه لحظة محمد يا أخي شيك 67 اسمع الله أكبر الله أكبر أعطالهم شيك على بياض كان قانون الشيك على بياض في 67 اسمع العقل الجزائري الله اسمع الله مصدر اسمع أكبر. ماذا فعل فيهم دمير الله هذا أكبر. شيء جديد يا آمون الشكات كانت في 67 اقتلوهم وانصروا آلهتكم يا جماعة رجعوا العثمانيين رجعوا الفيزا كارت اسمع في الفيزا كارت كانت في 48 أخي جاس إيه كانت طبعا كان البين أوتومات وكان الجيشي وكان كانت المعاملات الإلكترونية. لحظة كنتوا ضايفين محمود عباس في الفيسبوك 67 ها إيه هل تواصلتم مع الرئيس الروسي عبر الواتساب في 67؟ عطني إشراف خليني ننزلها يا محمد عطني إشراف ما كان فيسبوك أنا محمد والله أعطيتك إشراف أنا بعد 3 متر والله يا جاسم يا هل سمعتم يا جماعة غير هل حد سجل البث؟ لقد علم العالم والإنس والجن والأشجار والمخلوقات البشرية من مع الله حشر تونس والمغرب في الجوار
المشكلة بيحلف بالله. العالم الآخر سبحان الله كوبيل جاسم كردي. العالم الآخر شوف عشان تعرف إنه عالم آخر، نتكلم عن شيك ونتكلم عن إسرائيل، واحد كاتب لي كردي. حسيت حالي محتل إسرائيل. يا جماعة الخير اسمعوا ماذا الحين، شوف القضية اللي مآمن فيها الجزائري كيف ينفخونهم، ومصدق مسلم لأمره، العادة تقتل العقل يا جماعة الخير. أنا أفكر إذا أنا موجود جو بونس دونك جو سوي جو نوكسيست باك ام نات هير و اي ام من نحن وات ذا فاك تيك في 67 على بياض يا 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 ابن سبلاغة. يعني تكلمتم مع الرئيس، تكلمتم مع الرئيس الروسي عبر الواتساب او انها تغريده في الفيسبوك في 67 يا بقرة. يا زبلة في 67 يا دين البني يا دين رب العالمين، جيبوا لي مراد الطهاري خليه يسبهم بالطريقة هذه. أنا كل شيء مر علي ناقشت الجزائريين، ايش كثر مناقشنهم يا أخي. أما أنك تقول لي شيك على بياض، هواري بومدين عطى شيك على بياض لزعيم روسيا في 67، فرضا كان الشيك على بياض في 67 وين بنوك روسيا في ذاك الوقت؟ شيك على بياض ولا كان باقي لك تقول لي ودى الكريديت كارت وسحب الفلوس من موسكو ودالهم يا هافل. أبناء الجزائر ماذا تتعاطون؟ النوعية هذه الشمة اللي عندكم ماذا تشمون يا أخي؟ شيك على بياض. تعرف فيلم كاتش مي إف يو كان؟ أنا أضحوك صراحة، أنا أضحوك أنا من قلت أن هواري بومدين أعطى شيك على بياض، أنا أضحوك لأن أعطيته وقت واستمعت له. هذه ما مررها يا أخي، شيك على بياض. لسه هذا اسماء، لسه هذا ساغ فيهم والله يا جاسم. هاري بومدين أعطى شيك على بياض، أنا أضحوك لأن أعطيته وقت واستمعت له. هذه ما مررها يا أخي، شيك على بياض. لسه هذا اسماء، لسه هذا ساغ فيهم والله يا جاسم. لسه هذا المنيح فيهم، أقسم بالله هذا منيح نسب. يا أخي اسأل يا أخي، أنت الحين شوف شوف، حتى الإنسان لما تهلوس لنفسه تهلوس لأشياء أقرب للواقع، يعني هي منطقة اللاوعي اللي عند الإنسان هي في نفس الوقت تعي بأشياء قريبة للواقع، أو أنك تتكلم بلغة لما تهلوس ويجيك جني في منطقة اللاوعي ممكن أنك تهلوس في لغة يمكن سمعت فيها من قبل. بس أنتم من ربكم يا جماعة الجزائر؟ ما دينكم؟ ما هي النوعية؟ هل هو حشيش، مخدرات، مسكرات، شامين بنزين، متعاطين شيء تشربونه من المجاري؟ أبوي شيك في 67 وعلى بياض بعد. يلعن الخمس دقائق اللي أنا قضيتهم وأنا ناقشك. نساوي يا جاسم، أنا شو أعمل يا أخي؟ والله العظيم عتب، كل عتب، كل عتب، كل العتب على المغاربة اللي يعطونكم وقت ويسوون مقارنات ويناقشونكم. قسم بالله انهم المغاربة يا اخي، والله الغلط منهم، هم اللي يفتحوا عليكم الباب هذا. بس يمكن ناقشوكم عشان حنا ندرك ونعي منهم الجزائري، يعني استغلوكم ليسوقوا لنفسهم وحتى نعرف حنا من انتم. المغاربة لما يناقشونكم والله العظيم انهم فيهم غباء، او ان عندهم هدف انك تناقش انسان جزائري، انك تناقش انسان جزائري، فهذا استغفر الله العظيم ليس مضيعة للوقت، بس وقت للمضيعة. هذا اللي كان قبل شوي يبالي صفعة نفس هذه اللي عند تبون فجأة 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 شوف هذا من وين؟
لا 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 عاد انا اعتزل انا اعتزل اعتزلت الغرام انا مش بتاعتي. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام وين يا طيب اخونا؟ السلام عليكم جميعا. عليكم السلام، من وين حضرتك؟ انا مغربي. حياك الله اخي، تفضل. حياكم الله. بغيت نقول لكم كما قال الملك ديالنا، يعلم الله يعلم العالم من جاورنا بالله. انزل انزل اللي خربتها. ما بيجمعش المغاربة يضحكوا. انزل، ترى انا بعرف المغربي شفرة بيكون لسانه. انزل يا اخي. حاول يكون مغربي بس ما ضبطت. عارف ما ضبطت معه. حاول محاولة فاشلة، محاولة طيران عباس بن فرناس. محمد برجع لك بعد شوي، انا خلاص تعبت. ثواني اشوف هذا. خليه خطيرة وخطيرة في هذاك المجتمع، وسمحوا لي لانني انا بقيت كنبحث وكنقلب وكنشوف. خرجوا من الاستعمار دخلوا للاستعمار، يعني حتى الاسره، حتى مفهوم الاسره ما عندهمش، عندهم مفهوم الباترونه. كلمه الباترونه اسمحوا لي على هذه الكلمه، فهمتوها الكلمه ولا نشرحها؟ لا لا بدون ما تشرح. اخي جاسم انت دخلت التاريخ الان في قصر المراديه، صوروك مع عبد المجيد تبون صاف عنا، وهيك انا بعمل فتنه بين الامارات والجزائر. والمصيبه اني صفعت عبد المجيد تبون، يعني مصور مع الصفعه. يا اخي انت يا ابن الحلال يا ابن الحلال. واحد جزائري اعطاني رقم، واحد جزائري اعطاني رقم واتصلت له اليوم، يا سفني وسجلني وطرش لي على الواتساب قال انا سجلتك واقرب شرطه في اوروبا بروح له. يا سلام. بعث لي رساله قال لي تعال نتقابل وبسوي في امك كذا وكذا وكذا وكذا. اتصلت له واتساب وقلت له يعني دز اللوكيشن. تم علي امك 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 يا بيدوفيل يا مدري شي، عشان شي يبلغون علي تحرش يا بيدوفيل يا مدري شو. والله العظيم من التسجيل موجود عندي انا، حتى انا سجلته. قلت له زين يا اخي خلاصه، انت قلت نتقابل خلنا نضارب. لا انا توقعت انه يقتلني يذبحني شيء. خبات ربعي المغاربه وقلت لهم ترى الموضوع 1-2-3، قلت لهم ترى في غزوه اليوم. قالوا احنا جاهزين. انتظر الرجل يدز اللوكيشن. ما دز اللوكيشن. تم امك 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 وبنت. يا اخي ما الفائده؟ كان قلت هذا الشيء في رساله. ليش التعب هذا؟ ليش تتعبوني يا اخي؟ ليش التعب؟ انا ما اعرف ما الذنب الذي سويته في حياتي. جاسم بقول لك شغله، جاسم اقسم بالله هذا كلام من واحد في المخابرات الجزائريه، قسما بالله يا جاسم. وهي عندي مسجل صوته على الهاتف الثاني قسما بالله. قال لي محمد وقف. قلت له انا ما بقدر اوقف. قال لي وقف الاصوات المشرقيه وانا والله العظيم راح اخدمك خدمه بحياتك ما بتشوفها. قلت له ليش انا بالذات بدك اياني اوقف؟ اللي بيقول لي لانك مؤثر. قلت له والمغاربه؟ ما المغاربه فاتحين منصات وكذا. لا والله جاسم شوف الصوت المشرقي كي يخليهم يرقصوا خصوصا اخوات الخليج بموتوا. المغاربه يطلعوا كل الشعب المغربي يدعوا عليهم ما كيهتموش. ليه؟ لان شوف المغرب ماخذينه عدو، يعني صوته ما بيجرحهم. ماخذينه عدو لان انت بتحاول عندك عدو. جاسم هم بدهمش الناس تعرف الجرح المغربي او القضيه المغربيه، مش لازم الناس تعرفها. انت ما تشوف يعني بس اسعد مثلا مشترطين عدم حضور المشارقه، خصوصا انا بالذات محطني بين قوسين، يعني عدم مشترطين يعني بين شروطهم في ناس، وحتى ابوا انهم يجون. يعني من يوم انا صعدت ما عاد يظهرون في البث، يعني في شخصيات كانت تظهر عند بثه وما عاد يجون. كان اشخاص دوم تحصلهم عند سعد مداومين من هناك. الصوت المشرقي عندهم مصيبه، يعني هم يعني مو من فراغ يعني راحوا تركوا كل المؤثرين. يعني في ناس عندهم 10,000 مشاهد 5,000 مشاهد، يعني يروحوا يكتبوا على جاسم في الجريدة أن عميل مغربي، يعني تركتوا الكل. يعني جاسم اللي بث لا يتخطى أرقام صغيرة تروح تكتب عليه في الجريدة. يعني الصوت المشرقي خصوصا 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 صوت من دول مجلس التعاون الخليجي اللي عندهم نفس رواتهم، ف
الثروات البترولية. هذا الصوت بالذات يعزف لهم على الوتر الحساس. أنا لما بند بس أتصل على واحدة صديقتي قابلة في مستشفى التوليد في الجزائر، تقول لي إن الكل في غرفة الولادة. الكل لما نزل البث الكل في غرفة الولادة، واتصل على واحد صديقي في وجدة يسمعني أسمع الصياح، وأنا في الإمارات أسمع الصياح من وجدة. والله ما بحبه. معني الحين تراني على فكرة تراني أطلع قست بس الحين مع ما أفتح بثي أنا حسابي الثاني ترى تشوفني ما أفتح، يعني بطلت أفتح أطلع ضيف بس. تعرف يعني المشكلة وين جاسم؟ المشكلة في المنصات المغربية إنه بدل ما يركزوا في تعريف القضية المغربية دائين في بعض. فأنا كمشرقي لما أشوف هيك وعلى أن بيكون في نسبة مشاهدات استقطاب المشرقي بفيد المغربي، مش إنه راح يحمل عن المغربي. حتى المغاربة بيردون، المغاربة ما بيهاجمونهم. شوف المغاربة الحين وضعية الدفاع، المغاربة في وضعية الدفاع. بس سبحان الله رب العالمين يسخر لك جنود من كل العالم. شوف في شيء هم المغاربة أذكياء فيه، كيف أنك تحول عدوك لصديقك. أكبر دليل هو أسعد الشرعي، وخدروا المغاربة. أكبر دليل، شوف سالفة أسعد الشرعي هذه قصة قصة، بس أكبر دليل أنك تخلي تشوف الناس كلهم صاروا الحين عندنا صحفي مشهور عندنا احنا الكعبي، هو في المطار الحين متوجه لكازابلانكا الدار البيضاء، وهذا من بين المروجين والمصوتين لروجون القضية المغربية والتراث المغربي لكل شيء. صاروا لا بدي لك شغلي، شوف بدي لك شغلي جاسم، أنا بعرف هاي الأمور. شوف منصة أسعد الشرعي ما بتفق معك، راح تقولي ليش. شوف الجزائري عكس المغربي، المغربي ما عنده ماكينة إعلامية جاسم مسخرة في انها تنقل الصوره او الصوت المغربي، يعني الاعلام المغربي. لان الملك ما اعطاهم جاسم، افهم جاسم والله غير تفهمني قسما بالله. شوف الاعلام المغربي مش منخرط باوامر ملكيه، لانه المملكه المغربيه دوله مؤسسات وما بترتقي انه تنزل لصوت في يوتيوب او في تيك توك او في بطيخ. بينما الجانب الاخر الفرصه، شوف هلا انا بحترم كل انسان عنده منصة، ولكن بنفس الوقت بحترم الشخص اللي عنده مبدأ. كمثال جاسم، انه لو اللايف اماراتي كمثال، انه يعطي فرصة للاماراتي بيقول له معك مثلا 3 دقائق. هلأ هذا الجزائري في 3 دقائق او في 4 دقائق تمرير المغالطات اللي بتصير ضد المملكة المغربية، اقسم لك بالله جاسم بيسجلوا صوته وبياخدوا بيعملوا له انتاج ومونتاج وبنشروه في كل العالم. بس بينما المغربي بس الموجودين في الجاست، بس الموجودين في اللايف، ما في الصوت المغربي ما راح يوصل للقناة هاي ووصل القناة هاي. أفرجيك كمثال، لحظة أفرجيك كمثال، لحظة عبد أفرجيك هذا الدليل بفلسطين، لحظة عبد أفرجيك شغلة ها كمثال. ها الساعة عندنا 6 في فلسطين كمثال، نروح أنا وإياك مثلا على يوتيوب جاسم، ثواني نروح أنا وإياك على يوتيوب واكتب المغرب كمثال، شوف كمثال، شوف شو بيطلع لنا عكس المغربي اللي بيطلع له مثلا. المغربي الآن يكتب مثل ما أنا بكتب، بيطلع لهش زي ما أنا بطلع لي. ثواني كمثال، هاي كتبت المغرب هون أو المغرب فلسطين، ها كمثال المغرب فلسطين. شوف كل المنصات هلا اللي انت بتشايفها بيجيبوش اشي عن المغاربة، لا بتشوف التشويه اللي بيصير للمغرب. شفت هلا بيجيب لك هاد، يعني هذا شو دخله في المغرب وفلسطين؟ هذا ما دخله، تعال فهمت؟ بيجيب لكش المغرب، يعني انت لما بدك تبحث في السيرش عن دولة المغرب بيطلع لكش فيديوهات المغرب ولا ملك المغرب، بيجيب لك خيانة المغرب فيتوشوب. ليش انا بحكي لك هذا الكلام جاسم؟ لانه في شخص فلسطيني موجود في 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 المغرب اسمه ولد غزة، تمام؟ هذا ولد غزة في واحد فلسطيني هون من فلسطين
كان بيتكلم عن المغرب، وولد غزة بيتكلم عن المغرب، يعني الاثنين عاملين محتوى المملكة المغربية، تمام؟ فجأة هذا الفلسطيني أصبح يقول المغرب ترسل دبابات، وصارت نسبة المشاهدة عنده في يوم يا جاسم 400,000 مشاهد. فاستغربنا، جبنا هذا الفلسطيني وقعدنا نسأله كم سؤال، قلنا له أنت ليش بتنشر هيك عن المغرب؟ فقال يا أخي المغرب ما بيعطينا مصاري، ما بيعطينا مصاري. قلنا له كيف ما بيعطيك مصاري؟ قال لي أنا بحكي عن المغرب بس يا أخي ما في نسبة مشاهدات على الفاضي. طب قلنا له طب شو صار معك؟ قال أنا تعرفت على جزائريين، جزائريين خطفوا قناته، افهم شو سووا، خطفوا قناته، الإنتاج والمونتاج بيكون بالجزائر ولكن باسم فلسطيني. تعال جرب في أي تطبيق إعلامي اكتب عن المغرب، المغرب أخي كأنه السوشيال ميديا ممنوع ظهور المغرب، كأنه السوشيال ميديا متفق، كل برامج السوشيال ميديا متفق إنه المغرب والملك وأي قضية مغربي ممنوع المغرب يظهر، تشوف نسبة قليلة قليلة جاسم. وأنا بحكي لك عن تجربة، يعني ما بحكي لك. صحيح صحيح، هذا شيء لاحظته. بس هو شوف سبحان الله النقطة اللي كنت نقولها، وفي نفس الوقت يجون ناس من حيث لا تحتسب ويسوقون للمغرب ببلاش. بالضبط في نفس هذا، هو يجون ناس ما حد دافع لهم بدون فلوس. الجزائر ترى تدفع على هذا الشيء مليارات. شوف جاسم، يحاولون يسوقون الأوهام. جاسم اقسم بآيات الله، هلا بفرجيك كلام كنت اكتبه على المغرب قبل ما قبل التيك توك قبل الانستا. الجزائر اكلت الضرب القاضية، تعرف امتى؟ متى؟ في كأس العالم. صحيح. لا والله نفس الفكرة في بالي وانا جالس اتكلم، في نفس الفكرة لما كان عندهم جمهور الإيجار سوقت للمغرب. العالم أكلت الضرب القاضي ونسفت كل تزوير الجزائر وكل حقيقة كل الشيء والتدليس عن الشعب المغربي، كل شيء سوقت للمغرب طريقة. حتى جنونهم بعد كأس، جنونهم حتى في كأس. ما شفت جمهورهم كان حق الإيجار، كل مرة يشجعون واحد أي شيء، حتى لو لعب والو ضد المغرب يشجعون والو ضد المغرب. اي شيء ابليس يلعب ضد المغرب، حتى لو اسرائيل لعبت ضد المغرب يشجعون اسرائيل. المهم اي شيء شغله جاسم، اقسم بالله لو نتنياهو يقول الصحراء غربيه ليطردوا الفلسطينيين، ترى هذول ما عندهمش دين اخي جاسم. والله العظيم هذه مليون في المية، مليون ما عندهم. اكو ترامب، خير دليل ترامب، كلام القدس الادس حاسمه اسرائيل ترش برقية عادي. مصيبة لو الدول الثانية ترشت برقية، أوكي الدول الثانية ساكتة تعرف مصالحها الدبلوماسية، بس الجزائر تقول لك لا. الخطيب مال الجمعة عندهم قال لهم أن عبد المجيد تبون راح عند السيسي وقال له افتح افتح الحدود. خلينا نشوف الأخ مراد قال أنا لا أتفق معك، خليه يمكن عنده وجهة نظر ثانية. تفضل أخي. كنت باغي الناس ولكن حيت سمعت الكلام ديالك وليت فقت. السلام عليكم مرة أخرى. أنا ما كنتفقش معك هذا الكلام لحقاش المغرب معروف في العالم، يعني كثر في العالم الغربي والأمريكي. يعني هناك الناس كيديروا السياحة كيجوا المغرب. السنة اللي فاتت سنة 2023 أنا قاطعك، سامحني أخوي مراد قاطعك نقطة كتوضيح بس قبل لا تكمل مداخلتك، لأن النقطة اللي كنا نتكلم عنها من أخوي محمد هي ليست معرفة المغرب. المغرب ليست هناك دولة في العالم ما تعرفه، وليس هناك شخص لا يدري بالمغرب، بس أنا أتكلم عن مسألة التسويق كيف يتم حجب الأشياء في المواقع. أما في الواقع الناس تعرف كيف يتم تسويق أن في ناس مواخذة فكرة أن من 1998 عن المغرب زار المغرب ما رجع المغرب، عنده نفس الفكرة من 98. هنتم هنتم تبارك الله المشارقة وليتوا كتعرفوا المغرب وليتوا كتزوروا المغرب وليتوا كتقضيوا العطلة ديالكم في المغرب. عيال عم وحنا شيوخنا وحكامنا ترعرعوا وكبروا في المغرب، وحنا نسايب وعيال عم مع بعض. نتكلم عن عامة كيف يتم حجب المحتوى المغربي. المحتوى المغربي راه باين. انا الشيء اللي كنقول لكم بان بعض الفلسطينيين اللي كيتشراو بالفلوس هذيك حيت يتقاضوا الفلوس، هذه قلبه الطويله. اذا الحقيقه ديما كتكون هي اعلى من النقود. النقود تنفذ
لان مراد انا شوف لا لا غير نكمل الكلام ديالي اوضح لك شغله بس مراد شوف تفضل انا تفضل. سالت في انا صديقتي مسؤوله بالاعلام المغربي قسما بالله سالتها سؤال قلت لها ليش الاعلام الفلسطيني ما بيتكلم عن المغرب كأنا فلسطيني تعرف شو حكت لي بالحرف الواحد لان جميع الاعلاميين الفلسطينيين درسوا بالجزائر كمل الفكره اخي واخا هكاك هما فئه قليله بحال قلتي يعني ديك الفئه قليله هي اللي كتفرض نفسها ولكن في مكان معين في وقت محدود ما تكونش عنده واحد يعني واحد تنفوس عنده عميق واحد السعادي هذه ما تكونش عنده فلوس يقول لك لا المغرب احسن وكذا وكذا هو غير في التواصل الاجتماعي بان عارفين بان السياسه الجزائريه كتعطي النقود في لي سوشيال ميديا الى اخره ولكن انا كنعاود الكلام ديالي انا كنعيش في فرنسا الفرنسيين واخا اليمين متطرف حيت كيسمعك بانك مغربي كتكون عندهم يعني واحد الصوره ديال المغرب احسن من الجزائري